حسابي فيسبوك أنا عاملة في سن كريستالة صغيرة، هل هذا حلال أم حرام؟ يا صاحبة الحساب، يا من عملت كريستالة، اعلمي أن تزين المرأة بما لا يؤثر على طهارتها ولا صلاتها، وليس فيه تشبه بالكافرات، ليس في نيتها التشبه بالكافرات والفاجرات، الأصل فيه الإباحة. الأصل في التزين الذي لا يحول بين المرأة بين الطهارة، ولا يحول بينها بين الصلاة، وما قصد تشبها بالكافرات ولا الفاجرات، الأصل فيه الإباحة. اللهم إلا ما ورد النص بالمنع منه. النص ورد بالمنع من أنواع من الزينة، الوشم والوشل والوصل، وكذلك تفليج الأسنان، هذا كله مما منع منه نبينا عليه الصلاة والسلام، فلعن الواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، ولعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.